أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على القناة الرقمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. نستمر أعزائنا المشاهدين في سلسلة الحوارات المخصصة لتعريفكم وتقريبكم من قطاع الموانئ والقطاع البحري الذي تتكلف الوزارة بتدبيره. اليوم سوف نتطرق لقطاع الموانئ والملك العمومي البحري، ولتقريبكم أكثر من هذا القطاع يسعدنا أن نستضيف السيد الحسن أيت إبراهيم، مدير الموانئ والملك العمومي البحري. أهلا وسهلا بك سيد أيت إبراهيم. أولا سيد أيت إبراهيم، هل تقدمتم لنا بنبذة مختصرة عن قطاع الموانئ في المغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فبالفعل هذا القطاع هو قطاع مهم وقطاع استراتيجي بالنسبة للمملكة المغربية. أولا بالنظر للموقع الاستراتيجي للمملكة على ملتقى ديال جوج طرق ديال البحرية مهمة، اللي هو الطريق البحري شرق غرب اللي كيمتد على طول البحر الأبيض المتوسط، ثم كذلك الطريق البحري شمال جنوب عبر المحيط الأطلسي. هذا بالإضافة إلى أن المملكة الحمد لله عندها واحد الطول ديال السواحل جد مهم اللي تقريبا 3500 كيلومتر من السواحل. هذا كيعطي للمغرب واحد موقع استراتيجي مهم، وكيعطي كذلك مؤهلات طبيعية لتتمين هذا الملك العمومي البحري وإنجاز واحد المجموعة ديال الموانئ على طول ديال هذا الساحل. فحاليا المملكة كتوفر تقريبا على 39 ميناء، منها 13 ميناء متعدد الاختصاصات، يعني كنلقاو مركب مينائي فيه الصيد البحري والتجاره وانشطه اخرى، وبعض الموانئ اللي هي متخصصه، منها 10 ديال الموانئ متخصصه جهويه متخصصه في الصيد البحري، 9 ديال الموانئ اللي هي محليه وكذلك متخصصه في الصيد البحري، بالاضافه الى 7 ديال الموانئ اللي كذلك ديال متخصصه في الترفيه. هذا كيجعل من المملكه انها مملكه او بلد بحري. حاليا المغرب كينجز تقريبا حوالي 115 مليون طن سنويا من الرواج البحري. مختلف هذا الرواج كيتنتج عبر الموانئ ديال طنجة المتوسط، مركب ميناء طنجة المتوسط، ثم كذلك ميناء ديال الدار البيضاء، ميناء الجرف الاصفر، وميناء المحمديه. هذو 4 الموانئ الكبرى اللي كتنتج بوحده حوالي اكثر من 70% من الرواج التجاري فيما يخص الصيد البحري. كذلك اللي بغينا نقول في ان هاد المؤهلات كلها الطبيعيه وكذلك هاد الموانئ او البنيه التحتيه اللي تم الانجاز ديالها مكنت انه المغرب ينتقل من الرتبه 77 فيما يخص الربط البحري سنه 2007 الى حاليا الرتبه 16 عالميا فيما يخص الربط القاري، اللي هو انجاز مهم. هذا بفضل كما قلنا الموانئ الكبرى اللي تنزلوا، ولكن خصوصا الميناء ديال طنجه المتوسط اللي حاليا كيتربط ب 160 ميناء دولي عبر 60 بلد عبر مختلف القارات او 5 القارات في العالم. اذا هذه نبذه مختصره حول قطاع الموانئ اللي كما قلت ان اعطت المغرب واحد القوه واعطته واحد مرتبه مهمه فيما يخص الربط البحري الدولي. نعم سيد إبراهيم، أكيد أن هذه المؤهلات الضخمة وهذه الإنجازات التي قمتم بها تتطلب استراتيجية محددة وواضحة المعالم لتسيير هذا القطاع. ما هي الاستراتيجية التي وضعتموها لتدبير القطاع؟ فبالفعل الوزارة أو وزارة التجهيز والنقل أو المغرب وضع واحد الاستراتيجية طموحة فيما يخص البنية التحتية المينائية في سوفوق سنة 2030. هذه الاستراتيجيه جاءت باش تستجب لواحد 3 ديال الاهداف مهمه. اولا الهدف الاول انه قبل سنه 2010 كان هناك ارتفاع ديال الرواج التجاري البحري ديال المملكه عبر مختلف الموانئ المملكه بالنسبه ديال السنويه تقريبا ديال 8%، وبالتالي كان لازم نوضعوا استراتيجيه لاستجابه ديال هذا الارتفاع المتزايد ديال الرواج التجاري البحري. كذلك ان كما قلت المغرب كيتواجد على ملتقى ديال جوج طرق بحريه مهمه دوليه، اللي هو طريق شمال جنوب عبر المحيط الاطلسي، ثم شرق غرب عبر البحر الابيض المتوسط، وبالتالي انه كان لازم ان المغرب يستفد من جزء مهم من هذا الرواج التجاري. الهدف الثالث اللي هو ان المملكه المغربيه وضعت واحد المجموعه ديال المخططات او الاستراتيجيات القطاعيه فيما يخص القطاعات اللوجيستيك، قطاعات الفلاحه، قطاعات ديال الطاقه، الصناعه، وبالتالي فهاد القطاعات الاستراتيجيه لابد انها غادي تخلق واحد الرواج اضافي، وبالتالي لابد من تاهيل البنيه التحتيه وخلق بنيه تحتيه مينائيه جديده من اجل الاستجابه لهذا الرواج الاضافي اللي غادي تنتجه هاد القطاعات الاستراتيجيه. الان فيما يخص المحاور ديالها ديال هذه الاستراتيجيه، اولا اللي بغي نقول بانه الهدف منه هو انه او المتوقع ان الرواج التجاري البحري ديال المملكه غينتقل كما قلت من 115 مليون طن سنويا حاليا الى اكثر من 300 مليون طن سنويا فوق 2030 بعد انجاز ديال هذه المنشات المينائيه كلها، وبالتالي فتقريبا حوالي ثلاثه المرات غيضعف الطاقه الاستيعابيه ديال الموانئ المملكه.
هذه الاستراتيجيه فهي كتمحور على ثلاثه ديال المحاور مهمه. المحور الاول اللي هو بناء ديال مركبات بنائيه جديده او موانئ كبرى، منها اخص بالذكر بناء ديال نادور قلب المتوسط، ميناء اسفي، ميناء القنيطره الاطلسي، ميناء جرف الاصفر، ثم ميناء الدخله الاطلسي. هادو خمسه ديال الموانئ كبرى اللي هي مركبات في الاصل مركبات بنائيه كبرى اللي غادي تنجز في فوق سنه 2030. المحور الثاني اللي هو توسيعه ديال الموانئ الحاليه باش نجعلوها تستجب لهذا النمو ديال هذا الرواج هذا. كنذكر على صعيد سبيل المثال ميناء ديال الدار البيضاء اللي هو ميناء مهم وغادي يعرف توسيعه، كذلك ميناء المحمديه، ميناء الجرف الاصفر، ثم ميناء اكادير. هذو الموانئ الكبرى. كان هناك موانئ صغرى اللي حاليا الاشغال ديال التوسعه راه جاريه بهم، تنقل نذكر ميناء الجبهه، ميناء طرفايه، ميناء سيدي فني. هذو كلها موانئ اللي الحمد لله فيها واحد الديناميه ديال التوسعه وديال ديال ديال ديالها. كاين هناك كذلك المحور الثالث اللي هو اعاده ادماج بعض الموانئ في المحيط الحضري. كنلاحظوا بان واحد المجموعه ديال الموانئ في المملكه كتواجد بقرب الموانئ المدن، وخصوصا بالقرب من المدن القديمه او المدن العتيقه اللي عندها واحد الطابع سياحي وطابع مهم، وبالتالي فكان لازم ان هذا الجزء من الموانئ اللي كتواجد بالمحاذاه ديال المدن القديمه انها تتم اعاده التاهيل ديالها وتعطيها واحد 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 انشطه اخرى اللي كتلائم مع الانشطه اللي كتكون في داخل هذه المدن. هذا في هذا الصدد كاين ميناء ديال الدار البيضاء اللي حاليا اشغال ديال اعاده التاهيل ديالو جاريه في هذا الميناء باش الجزء المرابط للمدينه انه يكون ذا طابع سياحي وترفيهي. كاين هناك موانئ اخرى اللي هو ميناء ديال طنجه المدينه للاشغال في طور النهايه ديالو، ثم كذلك اشغال مبرمجه في واحد المجموعه ديال الموانئ، ميناء الحسيمه، ثم ميناء الصويره، ميناء اسفي، وميناء الدخله الحالي بعد انجاز ديال ميناء الاطلسي، ميناء القنيطره الحالي اللي كيتواجد على واد سابو. اي بعد الانجاز ديال المركبات المينائيه الكبرى لازم هذوك الموانئ المتواجده حاليا اعاده التاهيل ديالها وتعطيها واحد الانشطه اخرى باش ندمجوها في المحيط الحضري ديالها. سيد آيس إبراهيم، تحدثتم عن أهم محاور هذه الاستراتيجية، أي استراتيجية الموانئ في أفق 2030. أين وصلت الإنجازات التي قمتم بها أو التي توجد طور الإنجاز أو المبرمجة مستقبلا؟ في ما يخص تنزيل ديال هذه الاستراتيجية على أرض الواقع عبر إنجاز هذه المنشآت أو الأشغال المينائية، ففيما يخص المحور الأول ديال المركبات المينائية الكبرى أو المشاريع المينائية الكبرى، فكل ميناء الأول اللي طلقت فيه الأشغال هو ميناء أسفي اللي جا باش يستجب لواحد جوج ديال الأنشطة، خصوصا الميناء ديال الأنشطة المتعلقة بالأنشطة ديال المكتب الوطني للشرف الفوسفات، ثم كذلك إنجاز محطة حرارية بمدينة أسفي. فالأشغال ديال الجزء الأول فهي جارية حاليا، نسبة الإنجاز تقريبا حوالي 38%، ومن المنتظر بأن هذه الأشغال تنتهي خلال السنوات القليلة المقبلة إن شاء الله فيما يخص هذا الشطر، على أن يتم الانطلاقة في الشطر الثاني المتعلق بالأنشطة ديال المتعلقة بالفوسفات كذلك عما قريب. هذا الميناء الاول. الميناء الثاني اللي الاشغال قد تنطلق فيه عما قريب هو ميناء الناظور او المركب المينائي الناظور غرب المتوسط، للصفقات الدراسات كلها انتهت، الصفقات المتعلقه بالاشغال تم الاسناد ديالها مؤخرا الى واحد المجموعه ديال المقاولات، منها مقاولات مغربيه ومقاولات اجنبيه، وحاليا ففي انتظار انه الاشغال تنطلق خلال الاشهر القليله المقبله ان شاء الله، واللي غادي تمدد الى سنه تقريبا حوالي سنه 2022. الميناء الثالث هو ميناء القنيطرة الأطلسي اللي كذلك الدراسات التفصيلية في طور الانتهاء، وباشرنا العملية ديال إعداد الصفقات المتعلقة بالأشغال، ومن المنتظر بأن هذه الصفقات إن شاء الله يتم الإسناد ديالها قبل ما يتم هذه السنة هذه، في أفق أنه الأشغال المتعلقة بهذا المركب المينائي كذلك تنطلق في بداية سنة 2017. تبقاو جوج ديال الموانئ الكبرى اللي هو ميناء الجرف الاصفر وميناء الدخله الاطلسي. ميناء الجرف الاصفر دراسات تفصيليه كذلك في طور الانجاز، وحنا حاليا في صدد دراسات السبل ديال التمويل ديالو بتعاون مع وزاره الاقتصاد والماليه، ثم كذلك وزاره الطاقه والمعادن والماء والبيئه، بالنظر الى ان هذا الميناء ذا طابع ديال طاقي ومعدني. ثم الميناء ديال الدخله المتوسط الاطلسي اللي شرف سيدنا الله ينصرو مؤخرا خلال زياره الاقاليم الصحراويه او الاقاليم الجنوبيه بانه توقعت الاتفاقيه لانجاز هذا المشروع الكبير اللي غادي تبلغ التكلفه ديالو حوالي 6 مليار درهم. حاليا الدراسات في طور الاعداد، غادي نتموا الدراسات خلال هذه السنه والسنه المقبله ان شاء الله، في انتظار انه الصفقه تبداها في متم سنه 2017 والاشغال ان شاء الله تبدا في سنه 2018.
هذا فيما يخص المنجزات الانجازات الكبرى او المحاور المحور الاول المحور الاول. المحور الثاني ديال التوسعه ديال 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 الموانئ الحاليه، كاين ميناء ديال الجرف الاصفر للاشغال ديال التوسعه في المراحل النهائيه ديالها، ميناء الدار البيضاء اللي كذلك الاشغال انطلقت في فيما يخص الورش اصلاح السفن، ثم كذلك الميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي، ميناء طرفايا في المرحله الاخيره ديالو، ميناء سيدي فني كذلك في طور الانجاز في طور التوسعه، ثم ميناء ديال الجبهه كذلك في طور التوسعه والمنتظر باش تسالي فيه الاشغال خلال شهر سبتمبر المقبل. بالاضافه فيما يخص الموانئ الترفيهيه او اعاده ادماج الموانئ في المحيط ديالها، كاين ميناء طنجه المدينه اللي كذلك في المراحل النهائيه تقريبا خلال الشهر 6 المقبل غادي تنتهي الاشغال بهذا المشروع هذا، ثم كذلك ميناء الترفيهي بالدار البيضاء اللي هو كذلك حاليا في طور الانجاز بالاضافه الى ميناء ديال الحسيمه. وكاين مشاريع اخرى اللي هي مستقبليه ومبرمجه كما قلت فيما يخص هذه التوسيعات وادماج الموانئ في المحيط ديالها. اذا هناك ديناميه كبيره في هذا القطاع، وهناك ايضا شق مهم وأتمنى أن تقرب المشاهدين منه أكثر، ألا وهو مخطط صناعة السفن، الاستراتيجية أي استراتيجية الموانئ 2030 تتضمن مخططا لصناعة السفن. هل قربتمونا أكثر من هذا المخطط؟ فيما يخص المخطط المديري لصناعه السفن فهو جاء تكميلي للاستراتيجيه ديال سنه 2030، وبالتالي فهو يعتبر بالنسبه لنا محور داخل الاستراتيجيه ديال 2030. الهدف منه باش المغرب يولي واحد قطب جهوي فيما يخص صناعه السفن اللي الطول ديالها ما كيتعداش 120 ديال الامتار، وبالتالي يكون قطب جهوي لتصدير هذه الصناعه او تصدير هذه السفن في اتجاه افريقيا او دول اخرى. ثم كذلك الهدف الثاني هو انه نضمنوا ان الاسطول المغربي اللي حاليا كيسافر للدول اخرى من اجل خصوصا في الجزر الكناري ولا اسبانيا ولا فرنسا، ان هذا الجزء الكبير من هذا الاسطول المغربي يتم الاصلاح ديالو داخل الموانئ او الاوراش ديال اصلاح السفن بالمملكه. غلاف مهم يتطلبه انجاز هذه المشاريع كلها تقريبا 4 مليار ديال الدرهم فيما يخص المشاريع ديال الاصلاح وبناء السفن. كاين 4 ديال الانشطه اللي تم التحديد ديالها فيما يخص هذه الصناعه هذه. النشاط الاول اللي هو صناعه السفن، ثم النشاط الثاني اللي هو الاصلاح ديال 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 السفن والبواخر، النشاط الثالث اللي كيتعلق بالتفكيك ديال 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 السفن القديمه من اجل انه يكون نستخرجوا منه مواد اوليه للصلاحات الفولاذ بالمملكه، ثم كذلك النشاط الثالث هو انجاز محطات ديال المحطات اوفشور او المحطات ديال التنقيب في البحار او اجزاء من هذه المحطات اللي خصوصا هي مخصصه لغرب افريقيا. نعم، هذا المخطط هل يوجد قيد الدراسة أم أن يعني تطبيقه على وشك التنفيذ؟ انتهينا حاليا من هذا المخطط، سيتم تقديم النتائج النهائيه ديالو يوم 12 ابريل المقبل في مكتب الندوات بالوزاره مع جميع المتدخلين، وفي الافق انه نبداو في التنزيل ديالو ان شاء الله خلال هذه السنه هذه، علما ان التنزيل ديالو فهي بدا ديجا على صعيد ميناء ديال الدار البيضاء عبر انطلاقه ديال ورش اصلاح السفن المدينه ديال الدار البيضاء. اذا لمزيد من المعلومات حول هذا المخطط موعدنا يوم 12 ابريل ان شاء الله من هذه السنه ان شاء الله. واكيد ان كل هذه الانجازات الضخمه والمهمه تتطلب استثمارات مهمه جدا، هل قربتمونا اكثر من استثمارات الدوله خلال الخمس سنوات الاخيره واخص بالذكر 2012-2016؟ فكما قلت الاستثمارات اللي كانت في خلال هذه السنوات فهي جد مهمه. عندنا ميناء ديال طرفايا للاشغال في التوسعه ديالو في المراحل النهائيه ديالو خلال شهر خلال هذا الصيف هذا سنبدا في استغلال هذا الميناء، ثم كذلك ميناء ديال الحسيمه للاشغال كذلك في المراحل النهائيه، ثم كذلك ميناء سيدي فني التوسعه ديالو للوكاله الوطنيه الموالي انطلقت عطات تلقى الاشغال وهي الاشغال حاليا متواصله من اجل كذلك باش يتم التوسعه ديال الميناء. ميناء ديال الجبهه اللي كذلك حاليا في المراحل النهائيه ديالو منتظر في خلال شهر شتنبر المقبل ان شاء الله باش ننتهيو من هذه الاشغال. اذا كان هناك منجزات اللي هي تنجت خلال السنوات الاخيره، بالاضافه الى كما قلت المركب الكبير ديال اسفل اللي انطلق سنه 2013 واللي حاليا وصل تقريبا ما يناهز 38% كنسبه ديال الانجاز. وبالنسبه لمبلغ الاستثمارات هل هناك مبلغ الوغ فيما يخص المبلغ الاستثمارات ديال الاستراتيجيه، نعطيك مبلغ ديال الاستراتيجيه الوطنيه او المينائيه سنه 2030، فمبلغ الاستثمارات تقريبا 71 مليار ديال الدرهم، منها 11 مليار ديال الدرهم
للمركب المينائي الثاني ديال طنجة المتوسط اللي انتهت به الأشغال، لأن هذا مركب مهم ديال طنجة المتوسط الثاني اللي انتهت به الأشغال، و60 مليار بالنسبة للموانئ الأخرى المتفرقة على صعيد التراب الوطني، منها 40 مليار درهم بالنسبة للموانئ الخمس الكبرى، 14 مليار درهم للتوسيعات الكبرى كذلك الموانئ، و6 مليار درهم لإعادة إدماج الموانئ في المحيط الحضاري ديالها. نعم أكيد سيد أيس إبراهيم، تحدثنا عن الموانئ وعن إنجازات في الموانئ، ولا يفوتنا ذكر الملك العمومي البحري الذي يثير العديد من التساؤلات لدى المواطنين ومتتبعينا، فما هي الإجراءات التي تقومون بها في مديريتكم للمحافظة على هذا الملك العمومي؟ شكرا. فالملك العمومي البحري كما قلت فهو واحد الرصيد عقاري أو واحد وعاء عقاري مهم اللي هو ديالنا جميع، ديال المغاربة جميع، كيمتد على طول ديال 3500 كيلومتر، واللي عنده مؤهلات مهمه اللي يمكن نستغلوها في تشجيع الاستثمار على هذا الملك العمومي البحري. حاليا هناك واحد مجموعه ديال الاجراءات اللي كنوضعوها من اجل اولا المحافظه عليه، التحديد ديالو اولا، ثم كذلك المحافظه عليه ومن بعد التثمين ديالو. كنخص بديك العمليات ديال التحديد ديال الملك العمومي البحري، فالعمليات ديال التحديد باش نشخصوا هذا الملك هذا. حاليا فيما يخص المرحله التقنيه وصلنا تقريبا ل 95% ديال التحديد التقني للملك العمومي البحري على طول الشريط الساحلي للمملكه، وكذلك فيما يخص التحديد الاداري وصلنا تقريبا ل 60%. الهدف ديالنا هو خلال هذه السنه هذه نتساليو من التحديد الاداري لهذا الملك العمومي باش نضمنوا ايفيكتيمون انه نحافظوا عليه. كاين هناك اجراءات اخرى اللي هو انه كاين واحد المجموعه ديال الاستغلالات الغير قانونيه ديال هذا الملك، فاحنا تم الاحصاء ديالها وحددنا كذلك واحد المسطره اللي غادي نتعاملوا بها. اولا تحسيس ديال هاد المستغلين غير قانونيين، ثم كذلك كاين هناك مساطر اداريه ومساطر قانونيه اللي غادي نلجؤوا لها في حاله انه الا كانت عمليه التحسيس ما عطاتش نتائج متوقعه منها. هذه بعض الاجراءات. كاين هناك اجراء اخر اللي هو الدراسه اللي غادي تنطلق حاليا، اللي هو دراسات باش نشوفوا شنو هي امثل السبل ولا احسن السبل لتتمين هذا الملك العمومي البحري. غتكون واحد الدراسه وطنيه اللي غتعطينا التوجهات الكبرى، وانطلاقا من السنه المقبله ان شاء الله غنمشيو جهويا على صعيد كل جهه، غادي نديروا مخطط جهوي لتتمين الملك العمومي البحري. فيما يخص سيد أيت إبراهيم، هناك جانب نتحدث عنه كثيرا ألا وهو التعاون جنوب جنوب، فوزير التجهيز والنقل لا تفوته أي مناسبة للتذكير بهذا التعاون، أي التعاون بين المغرب والدول الإفريقية المجاورة. ما هي الإجراءات أو مخططاتكم لتسهيل هذا التعاون ولتطويره؟ فيما يخص تطوير او تتمين التطور مع العلاقات مع جنوب مع افريقيا او جنوب جنوب، فكان هناك حاليا كان واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي هي ديجا اللي هي على ارض الواقع. كاين انه واحد المجموعه ديال المقاولات المغربيه اللي كتعمل في الموانئ المواني هي حاليا متواجده في افريقيا، واللي كتنجز واحد المجموعه ديال الموانئ بهذه الدول هذو كالكابون او غينيا او بعض. دونك كاين هناك واحد التعاون، اولا انه المقاوله المغربيه متواجده بارض الواقع، كاين هناك مكاتب دراسات مختبرات كذلك، المختبر العمومي اللي هو كذلك متواجد بافريقيا بهذه المشاريع. هذا كيعطي انه المغرب انه متواجد حاليا، ولكن هذا الشيء كله غير كافي، وبالتالي لابد من الدعم ديالو والتشجيع ديالو. فهذه الصدفة الوزاره وضعت واحد خلقت واحد الجمعيه لتنميه هذا التعاون مع الدول الافريقيه، ورصدت كذلك واحد الغلاف مالي مهم للقيام بواحد المجموعه ديال الدراسات في هذه الدول الماليه. كاين هناك اجراءات اخرى اللي كتعلق بالجانب التقني المحض المتعلق بالجانب التقني في المياه ديال الموانئ، فكذلك ان هنا عندنا علاقات مع الدول من اجل انه يستفدوا من الخبرات ديال المغرب في المجال التقني، سواء في بناء السفن بناء الموانئ صيانه السفن. اذا هناك اجراءات اللي هي حاليا في طور الانجاز. غادي باغي نخص كذلك بديك انه في خلال الشهر المقبل ان شاء الله، الشهر مايو المقبل، غادي ننظم واحد الدوله ندوه دوليه اللي غادي يشاركوا خصوصا اكثر من 30 دوله افريقيه فيما يخص السلامه البحريه، وكذلك المساعده ديال الرواج البحري بمدينه طنجه، خصوصا في المركب المينائي طنجه المتوسط، واللي غادي تكون كذلك واحد اللقاء لتبادل الخبرات ما بين الخبراء المغاربه والخبراء الافارقه، وكذلك بعض الخبراء الاوروبيين او الدوليين في هذا المجال. سيد أيس إبراهيم، قبل أن نختم هذا اللقاء، كلمة أخيرة حول الآفاق المستقبلية لقطاع الموانئ والملك العمومي البحري وللاستراتيجية التي تقومون بإنجازها. اللي باغي نقول بأنه الآفاق المستقبلية ديال المغرب ماشي غير ديال قطاع الموانئ، مستقبلا أنه دخلنا في واحد الدينامية ديال الأوراش الكبرى،
ومن بين هذه الأوراش الكبرى كاين الموانئ اللي الحمد لله منذ 10 سنوات تقريبا عرف المغرب واحد الديناميه كبرى فيما يخص الموانئ. كانت هناك ديناميه سابقا فيما يخص لي باراج على صعيد المملكه، كنا كذلك ديناميه فيما يخص طرق السيره. حاليا كاين واحد الديناميه كبيره فيما يخص قطاع الموانئ، وتنقول بانه هاد 15 سنه المقبله غتكون 15 سنه ديال قطاع الموانئ بامتياز. بعد انجاز هذه المركبات المينائيه الكبرى سيكون المغرب في واحد المرتبه عالميه مهمه. احنا حاليا فيما يخص الربط القاري في المرتبه 16، ولكن بعد انجاز هذه المركبات المينائيه اخرى ان شاء الله هذه الرتبه غتحسن بكثير. عندنا كذلك انه لابد من جهود اللي خصنا نبدلوها فيما يخص، لان ماشي غير الربط هو المهم، ولكن كذلك خص يكون عندنا اسطول بحري، فالوزاره خدامه عليه باش يكون عندنا اسطول مغربي. كذلك عندنا اكراهات اللي هي فيما يخص التنافسيه اللوجستيكيه، اللي كذلك الوكاله الوطنيه للتنافسيه الانشطه اللوجستيكيه خدامه عليه. الحمد لله هاد المجهودات كلها غادي تجعل بان المغرب يكون عنده واحد هناك تكامل بين القطاعات باش يكون المغرب ان شاء الله في واحد المرتبه مهمه فيما يخص لا الربط القاري ولا كذلك الربط البحري ولا كذلك فيما يخص التنافسيه اللوجستيكيه. شكرا لك سيد الحسن ايس ابراهيم، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، والى حلقه مقبله ان شاء الله.